دلوقتي تعالوا نتابع اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده، وايضا متابعه لاهم المباريات اللي هتتلعب في اطار دور المجموعات لكاس الرابطه المصري، وايضا لدور نصف النهائي في كاس الرابطه الانجليزيه. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هيعقد اجتماع لانتخاب رئيس جديد للمجلس لعام 2024، وأشار المجلس في بيان له بجنيف إلى أن المجموعة الإفريقية التي ستتولى رئاسة المجلس العام الجاري قدمت أسماء المرشحين للمنصب، وهم السفير عمر زنيبر الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف، إضافة للسفير ماكسوليسي ناكوسي الممثل الدائم لجنوب إفريقيا لدى المنظمة. النهاردة العشاء الكرة المصرية موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في نسختها الثالثة، حيث يلتقي الجونة مع البنك الأهلي الساعة 3، وفي الخامسة مساء هيلتقي بيراميدز مع فاركو، في نفس التوقيت هيلتقي سيراميكا مع إمبي. النهاردة تنطلق منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر الأسباني المقرر إقامتها خلال شهر يناير الجاري في السعودية بمشاركة الرباعي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأوساسونا، ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع جارو أتلتيكو مدريد في الديربي المقرر إقامته في 9 مساء ضمن منافسات الدور نصف النهائي. النهاردة العشاء الكرة الإنجليزية موعدهم مع مباراة قوية في إطار الدور نصف النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية، واللي هتجمع ليفربول مع فولهام في تمام الساعة 10 مساءً.